احنا وصلنا لحد الخطوة دي ان احنا دخلنا دلوقتي على السيرفر. دي طبعا الهوم سكرين بتاعتنا او الصفحة الرئيسية عندنا في البرنامج اللي هو ماي سيك وال ورك بنش. تعالوا بقى نتعلم ازاي بقى هي دلوقتي احنا فتحنا ما عندناش اي داتابيس، مجرد بس اعدادات. طب انا عايزة اشوف الحاجات دي اللي اقدر، ما عنديش اي داتابيس، فاحنا السكشن ده هنجيب بس داتابيس جاهزة هنتعامل معاها ونشوف بس التابلز ونشوف ازاي نشوف الكولومز اللي عندنا ونشوف الروز. كل الحاجات دي هنعملها على داتابيس ايه جاهزة. والسكشن اللي بعده ان شاء الله هنبدأ بقى نعمل الداتابيس بتاعتنا. فعشان اضيف داتابيس سامبل بي عندي في السيرش، بفتح الماي سيكوال انستولر، ببحث كده ماي سيكوال انستولر وبفتحه، يفتح معايا بالشكل ده زي ما انت شايف كده بالشكل ده. انا هعمل ايه بقى؟ اضغط على اد. طبعا انا لو عايز اعدل حاجه من الحاجات دي، يعني قلت لكم لو عايز اعدل مثلا احط الروت باسورد، يبقى هاجي اقف على ده كده واعمل له موديفاي واعدل بقى زي ما انا عايز. انا بقى عايزه اضيف داتابيز، عشان اضيف داتابيز عندي هضغط على زر اد، اضغط على زر اد، وبعد كده هاجي هنا على دوكيومنتيشن افتحها، انزل على سامبلز اند اكزامبل، هثبته الاصدار برضو 8 اول واحد عندي، اعمل له اد بالسهم ده بالشكل ده. هضغط بعد كده على نيكست. هنا بيقول لك ان المساحه اللي هو محتاجها 3 ميجا بايت بس. هنا بيقول لي ديتي انستول، اضغط على اكزيكيوت. هنا كده خلاص كومبليت، نيكست نيكست. هنا بيقول لك دخل بقى باسورد، الباسورد خاص بالروت، اعمل تشيك هنا كونكشن سكسيد، يعني كده هو خلاص متصل مع الداتابيس بتاعتنا. نيكست، ادوس بقى اكزيكيوت عشان انفذ الحاجات دي. كده خلاص فينيش. الخطوه اللي بعد كده اللي هي الكونفيجريشن، هنا مش محتاج مني اي كونفيجريشن، ايه الخطوات موجوده عندكم في الفايل في الكتاب، ونفذناها معاكم. عند اخر خطوه اللي هي ايه الفينش. يبقى شايفين هنا البرودكت عندي دلوقتي، انا كنت مسطبه السيرفر والورك بنش وسطبت دلوقتي السامبلز والاكزامبل. ايه اللي اتضافت عندي ايه دلوقتي؟ هقفل ده خلاص، هاجي هفتح هنا الماي سيكول كوماند لاين كلاينت، هكتب الباسورد بتاع الروت، هكتب الامر اللي خدناه قبل كده شو داتا بيزز السيمي كولون في الاخر. هنا عندي في 2 داتا بيز اتضافوا او 3، الورلد والسيس السكيلة، كده دول اتضافوا عندي، دول ما كانوش موجودين. لو عايزين نرجع للشابتر اللي قبل كده ونشوف كان موجود ايه عندنا، كان موجود عندنا مين؟ الانفورميشن والماي سيكوال والبرفورمانس سكيما والسيس. اضاف عندنا مين دلوقتي؟ الورلد والسكيلة، دول اللي اضافوا عندي اللي هما السامبلز اللي انا اقدر ايه اشتغل عليهم. يبقى هنا كان راجع عندي مين؟ فور رو 4 صفوف، هنا راجع معايا 6. ارجع بقى للشابتر 3 زي ما كنا فيه. يبقى كده ايه احنا ايه ضفنا ايه الداتابيس عندنا سامبل.
رجعنا عندي هنا السكيمز. طبعا هنا مش موجود عندي غير مين السيستم. هقفل الجهاز، هقفل الكونكشن وارجع ادخل تاني. ظهر عندي مين السكيلة والولت في الاسكيما ايه موجودة عندي. تعالوا بقى نعرف تعالوا بقى نتصفح الحاجات دي كلها ونعرف ايه هي الصفحات الموجودة قدامنا.